بصراحة اليوم كل المرشحين تقريبا يتكلموا عن الحكومات خفية والتجارة وصراع التجار، لماذا استهدف سعود سبيعي تحديدا؟ سعود سبيعي شخص من ضمن أشخاص قادمين. سعود سبيعي استهدفوه لخلط الأوراق، هم لهم مرشحين في كل الدوائر، نعم، سواء في دائرتي أو في جميع الدوائر، نعم، فعلى أساس أنه يخلقون لهم ضحية وتنصرف الأنظار عن أصحابهم، فهم خلقوا من سعود ضحية حتى يدعون البطولة، ووزارة الداخلية تتبنى هذه القضية وتطلع وزارة الداخلية بدور البطولة، والتجار أيضا أخذوا مآربهم. أنا طبعا لا أقصد جميع التجار، نعم، في هناك أكيد تجار شرفاء، أكيد، بس أنا أقصد مجموعة من التجار التي عاثت في البلاد فسادا منذ سنوات دون أن يصلها أحد. الواجهة واجهة التجار في نواب في كل المجالس، هم واجهة لهؤلاء التجار، وفي وزراء واجهة لهؤلاء التجار، وفي وكلاء وزارات، وفي ضباط كبار في الداخلية، هم والواجهة، الضباط الواجهة الأمنية، الوزراء الواجهة السياسية، النواب الواجهة البرلمانية، لهؤلاء التجار سلطتهم أقوى من سلطة الحكومة. قاعد أقول لك، والحكومة هل تعلم بهذا الشيء؟ يعلمون بس لا يملكون شيء، لا يملكون قرار. يرفعون شعارات تداعب الجمهور، ولكن في الداخل ما وراء هذه الشعارات الشر المستطير. نعم.